العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا فوزا عظيما. إذا جست في وادي قبى صحب عولة أهاشموا قوموا فالقعود حرام. لقد حل فيكم حادث، أي حادث هوت في للدين الحنيف دعام. قضى الصيبت قضى الصيب ظمآن الفؤاد وشلوه للسمر العوالي. السيوف طعام، وقد وزعت أعضاؤه بشبه الضبا، ورضت له بالصيف نايات عظايا.
تقوم بحمله يموتون الرواسي فهي منه رمايا العقيلة مع العلويات قال ففريت من الأعداء حسرة مروعة ففريت من الأعداء حسرة مروعة لها الصوت زدر والعفاية اسمع ونتك والله بهاي الطريقة يا الله يا حسين دبرها زماني وخان بي ليلة جمعة وانت قاعد في بيت الحسين يا الله الله يتقبل منك هذه المشاركة والونة والهنة لحسين دبرها زماني وخان بي من وين جتني كربلاء ولحقت علي لا تلوم قلبي لا ثقال يا حسين والناية جيت بدلال ابو الفضيل يبرى الضعن واليوم سايق ناقتي يشتم بهل فرحان شامت بالجرى عليك وعلي خويا مظن حرة صابها مثلي بالدهور في يوم واحد عاينيت سبعين منحور يا الله عيد عليك البيت أحب أسمع صوتك وانت تنعى وان كان أمي الزهراء بالباب ضلعها مكسور أنا انكسر قلبي مصاب الغاضري يا يزيعون زينب طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها حرقوا قلبها براس أخوها أقول يا شيعة من رخصتكم براس أخوها شتموا الزكية وسببوها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال المولى جل وعلا في محكم كتابه ومنير خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.
تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر إمام الأمة وولي النعمة، وقضاء للحوائج ونورا للقلوب وعطرا للأفاه وشفاء للمرضى ورحمة لأمواتكم وأموات هذا البيت الشريف القائمين بإدارة الحسينية، فلنصلي على محمد وآل محمد. أخواني، من صلب العقيدة إننا نعتقد إن النبي العظيم هو أفضل الأنبياء، بل أفضل المخلوقات، بل أفضل الموجودات بعد الله، فلن يصل إلى النبي العظيم نبي، ولن يصل إلى النبي العظيم مخلوق. هذه الأفضلية بين النبي على الأنبياء باعتبار خيرة الخلق لها وجوه عديدة، فالنبي أعظم وأفضل من الأنبياء أخلاقا، والنبي أعظم من الأنبياء شجاعة، والنبي أعظم وأفضل من الأنبياء كرما جودا بيانا قوة، بل أظهروا وأبرزوا صفة للأفضلية على الأنبياء، إن النبي أعلم الأنبياء. لإثباتي مع الأسف يعني كنا أقول ليش، لأن الآن إحنا كنا نثبت لبعض الناس إن النبي أعلم من الأنبياء، يعني وصل الحد إلى أنه الآن لابد أن نقف نتأمل نناقش مع البعض حتى نثبت أعلمية النبي على منه؟ على الأنبياء. فإذا جنابك أنت استطعت أن تثبت أعلمية النبي على الأنبياء، بوابة إثبات أعلمية علي والأوصياء من بعد النبي على الأنبياء دون النبي العظيم إثبات أعلمية النبي محمد على الأنبياء. احنا نريد نثبت شنو؟ نريد نصل الى ان الامام امير المؤمنين والاوصياء الاحد العشر من بعده من اولاده المعصومين هم اعلم ناس بعد النبي. لاثبات هذه الدعوة انت اول ثبت شنو؟ ثبت ان النبي اعلم عند لبعض الناس حتى تستطيع ان تثبت ان علي اعلم الناس بعد النبي. ولإثبات هذه الدعوة لابد أن خطوة خطوة نمشي في القرآن، حتى من خلال القرآن ومن عناية أهل البيت أن نقف على أعلمية المصطفى أولاً وأعلمية المرتضى بعد المصطفى ثانياً. شنقول؟ أول ما يخطر ونراه من الحقائق القرآنية، شنو من الحقائق القرآنية؟ إخواني، من الحقائق القرآنية هو وجود التفاضل بين الأنبياء. هم كلهم أنبياء، هم كلهم سفر، سفراء السماء، هم كلهم رسل، هم كلهم عظماء، لكنما من باب العقيدة يجب علينا أن نؤمن بأنهم كلهم أنبياء وكلهم رسل وكلهم سفراء السماء. هذا من باب العقيدة، نحن نعتقد بأن جميع الأنبياء أنبياء الله، لكنما هذا الاعتقاد بأنهم أنبياء الله شيء، اسمعني زين، والاعتقاد بأن ما بين هؤلاء الأنبياء تفاضل درجات مقامات مختلفة شيء آخر. عرفت أخوي؟
القرآن في آيتين صريحتين لا تحتاج إلى شرح وتأويل وتفسير، يبين أن الدرجات والمقامات والرتب بين الأنبياء تختلف. شوف شو يقول: تلك الرسل فضلنا شنو بعضها على بعض. عرفت أخوي؟ تلك الرسل شنو مولانا؟ قال فضلنا بعضها على بعض. هذه آية. تقف في الآية الثانية شي تقول: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن هناك تفاضل، هناك درجات، هناك حالات تختلف من نبي إلى نبي، من رسول إلى رسول. وإذا أنت ما تعرف درجات التفاضل بين الأنبياء، أحياناً تحتاج تقف عند موضوع. مثل إيش؟ أنا أذكر، شوف موسى الكليم كليم الرحمن. أخواني في القرآن أكثر من 136 مرة، 136 مرة الله يذكر إلينا اسم موسى. وأيضا في القرآن اسمعوني جيدا، إن هذا النبي أي موسى عليه السلام المولى يذكر له معاجز لم ولن يذكرها إلى نبي سوى موسى. يعني أكثر الأنبياء معجزة، كرامة، أدلة، أعمالا خارقة للعادة مذكورة في القرآن. هو منه؟ هو موسى. أخواني القرآن في 37 سورة، 37 سورة يبين لك قصة موسى قبل ولادته، حين ولادته، بعد ولادته، حينما دخل إلى القاص، حينما هرب من القاص، حينما وصل إلى مدين، حينما رجع من مدين، زواجه، نبوته، معاجزه، إلى أنه حينما رحل موسى. يعني بالتفصيل أنا هالسنة قعدت قبل لا أجي لخدمتكم الكويت، قلت خلقت بقصة موسى، قلت يمكن خلال 5 محاضرات 4 محاضرات تصير، بس الله وكيلكم وأنا على منبر الحسين شفت قصة موسى إذا واحد يريد يبينها ويقف على معطياتها أكثر من 40 مجلس تصير، 40 مجلس. بس ولادة موسى، نوعية الولادة، طريقة الولادة، المعاجز اللي حصلت في الولادة هي تحتاج إلى. ولعل إذا الله أعطاني عمر وتوفيق أبين لكم قصة موسى بالتفصيل والولائيات من قصة موسى. مو النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم والليلة ليلة الجمعة قاعد يم أمير المؤمنين ويسولف أمير المؤمنين، يقول له يا علي، هيا علي خلق لكم شي بيها، شيخ عباس القمي صاحب منتهى الآمال، صاحب مفاتيح الجنان، صاحب الكتب القيمة الفريدة في نوعها، الوحيدة في نوعها، اللي عشرات بل مئات بل ألوف المرات طبعت وتطبع، تدرون شو يقول؟ يقول: ما قام رسول الله ولم يجلس رسول الله إلا واتكأ ونادى يا علي. ما قام حكاية جدا تحتاج إلى أذن واعية. ما قام رسول الله إلا حين قيامه قال يا علي، ولم يجلس رسول الله ويسند ظهره الشريف إلا ونادى. النبي قاعد وأمير المؤمنين قاعد، النبي سولف ويا الإمام أمير المؤمنين، يقول له: أبو حسين
هيك يصير هيك يصير هيك يصير. حديث مفصل فيما يجري على الأمة في آخر الزمان. ثم يطأطأ رأسه ثم يرفع رأسه المبارك ويخلي عين بعين عليه. قال له يا علي بأبي وأمي سميي وشبيهي بعد وشبيه موسى بن عمران. من هذا اللي رسول الله يقول بأبي وشنو وأمي؟ من هذا الذي رسول الله يقول سميي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران؟ عرفت منه؟ عرفته؟ وارث الأنبياء وارث الأئمة. أخوان الإمام المهدي عند بعض الشيعة غريب ما يعرفون مقامه. هاي بأبي وأمي تتصور بس النبي قالها للإمام المهدي؟ لا والله أنا أقول لك في اليوم القادم إن شاء الله الليلة القادمة الأحاديث اللي أمير المؤمنين يقول للمهدي بأبي وأمي. الحسين العظيم يتمنى رؤية المهدي. الإمام الصادق وما أدراك ما الإمام الصادق شو يقول؟ يقول لو أدركته لخدمته. إذن في السيرة في سيرة موسى هناك نقاط اشتراك في المقارنة بين موسى والأئمة وعلى رأسهم بين حالات موسى والإمام المهدي. اللي يريد يقف على مقامات الإمام المهدي عليه أن يدرس سيرة موسى. موسى إذن النبي الله يجعله أعلم الأنبياء. شنو الدليل؟ الدليل أولا أن يوجد تفاضل بين الأنبياء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. زين هاي 124,000 نبي ومن بين سمعوني زين شباب من بين 124,000 نبي أعاظم الأنبياء 8,000 نبي. ومن بين 8,000 نبي الله يختار 5 أن يكونوا شنو؟ أولي العزم. كل الأنبياء عظماء، كل الأنبياء مقدسين. أنت كالقرآن، خلق أقرب لك الصورة في هذا المثال القرآني. القرآن كله كلام الله عدل ولا، لكن أنت جنابك ولا يوجد مسلم عاقل محترم يجعل آية تبت يدا أبي لهب كآية قل هو الله أحد. هذا كلام الله، هذا شنو؟ كلام الله. لكنما فرق كبير بين تبت يدا أبي لهب وبين قل هو الله أحد عدل ولا، بين تبت يدا أبي لهب وبين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. هذا كلام الله وهذا شنو؟ كلام الله. لكنما لا يوجد بينها عظمة قل هو الله أحد بين آية الكرسي وبين تبت يدا أبي لهب وتب. ومن هنا تشوف ما عندنا رواية ولا عندنا نص من إمام من ولي إن يستحب مثلا الإنسان بعد الصلاة يقرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب. ماكو. ليش؟ مع أنه نفس القرآن. قال لأن لا، نفس القرآن صحيح، كلام الله صحيح، هذا كلام الله، لكنما القدسية والعظمة والمعنى والمفهوم والمضمون الموجود بقول هو الله أحد ليس له نظير وليس له شبيه. ولم تصل إلى الآية العتاب تبت يدا أبي لهب وتب. زين أخواني، إذن هؤلاء ما بينهم تفاضل. في آية أخرى المولى تبارك وتعالى يقول هؤلاء كلهم أنبياء لكن ما بينهم 5
المميزين المصطفين الأخيار العظماء. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا قليظا. ميثاقا قليظا، إذن ميثاق القليل فقط مخصوص لمن؟ لأولي العزم من نوح وإبراهيم وموسى بن عمران وعيسى بن مريم والحبيب. بس لا تنسون إن التقدم هنا للذكر، التقدم بذكر الأنبياء جاء باسم الحبيب، جاء باسم النبي. شو يقول؟ وإذ أخذنا من النبيين ومنك، أول يقول له منك، بعدين المولى يقول ومن نوح. من نوح لما يذكرهم يذكرهم بالترتيب الإرسالي، بالترتيب النزول الزماني. يقول له يا أبا الزهراء احنا خذينا ميثاق منك. هسه شنو الميثاق؟ باشر يقول لك شنو الميثاق في بحث الإمام المهدي. اخواني الله يقول للنبي خذينا منك ميثاق، منك وبعدين خذينا من نوح وبعدين خذينا من ابراهيم وبعدين خذينا من موسى وبعدين خذينا من منو؟ عيسى. شوف كلهم جابهم الجليل جل وعلا على ترتيب زمني مهم بانزالهم وبعثتهم. زين مولانا انت قدمت الحبيب هنا على نوح وعلى إبراهيم، قال أساسا لا يوجد وجود لنوح لولا وجود منك، لا يوجد وجود لعيسى وموسى وإبراهيم لولا أن أخذنا ميثاق منك. فكلهم يتعلقون بأخذ الميثاق منك، فمن ميثاق محمد أخذ الله الميثاق لعيسى من موسى وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليه السلام. هذا الباب التقدم في الذكر والوجود يتجلى إلينا في عبارات الأنبياء في القرآن بأنهم أول من أسلم، أولهم من آمن. دققوا، يقول إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، يقول نوح عليه السلام وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أخواني الدين الوحيد عند الله لن ولم يتغير أزلي أبدي هو الإسلام. إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. يمكن واحد من عندكم يسأل يقول هاي إن الدين عند الله الإسلام، هاي عند الله متى بدأت؟ يعني جنابك تسأل تقول عند الله متى صار عند الله الإسلام دين؟ صار الإسلام عند الله دين ببعثة النبي، صار الإسلام عند الله دين حينما الله تبارك وتعالى أرسل محمد. عرفت أخواني؟ لولا إرسال النبي بتكليفه بإبلاغ الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام ليس له علاقة بأنه نبي ولا عند الله الإسلام. متى الإسلام عند الله كان دينا؟ كان عند الله بعدما قال له اقرأ وأرسله حتى يبلغ ويدعو الناس. لولا إن الله عنده الإسلام دينا لا تنحدوا بيوم بعثة وتكليف النبي بالدعوة العامة. إنما الدين عند الله الإسلام أزلي شنو؟ أبدي، لا ينحدوا ببعثة النبي. ومن هنا أخواني لا يوجد نبي إلا وهو شنو؟ مسلم. لا يوجد نبي وهو نبيه
محمد، لا يوجد نبي وهو يقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إذن لا تنسون هذه النقطة المهمة، إن الدين عند الله الإسلام. طيب هذا الدين عند الله أصبح الإسلام منذ متى؟ منذ إن أراد الله خلق الخلق، لكنما نزول الإسلام إلينا وعلينا تدريجا كنزول القرآن علينا. هذا الإسلام يتجلى في كلمات الأنبياء بإقرارهم بهذا الإسلام. شوف القرآن عن لسان لوط عليه السلام شو يقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. حتى بالنسبة للذين آمنوا إلى الأنبياء مثل بلقيس شو تقول؟ اسمع زين: أسلمت. شنو أسلمت يا بلقيس؟ قالت: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الإسلام اللي تارة على لسان إبراهيم، هذا الإسلام اللي تارة على لسان نوح، هذا الإسلام اللي تارة على لسان سليمان وداود وبلقيس، أي إسلام؟ القرآن يقول إسلام أوله وجوده نزوله بوجود محمد. شوف الآية شو تقول على لسان النبي: قل قل. هسه هاي قل عندنا في القرآن 336 مرة قل، و 336 مرة قالوا. قل شنو؟ قالوا. كل ما يوجد من استفسار في علم بسؤال بمجهول تجده عندنا. ومن هنا هو الذي بعث في الأميين رسول. إخواني إحنا نبقى والعالم كله يبقى والوجود كله يبقى إلى يوم القيامة مقابل النبي أمي، مهما نتصور إننا افتهمنا، مهما نتصور إننا كشفنا المجهول ورحنا إلى الأمام. القرآن يقول أنتم تظلون وتبقون إلى يوم القيامة مقابل النبي شنو؟ أميين. هاي معرفة النبي كانت عند بعض المسلمين في صدر الإسلام مفقودة، ما يدرون النبي علم الناس، وكانوا بالمدينة اليهود عندهم دسائس. اليهود وما أدراك ما اليهود، كانوا يولدون الشبه والأسئلة. تدري كانوا يجون للمسلمين اليهود في المدينة، مثلا هس اللي على بالي، إذا شافوا مسلم ذبح له ذبيحة، ذبح له دياية، قالوا له: إيش معنى أنت الدياية اللي تذبحها تأكلها؟ والدياية اللي تموت موتة طبيعية، الدياية إذا ماتت من يموتها؟ الله عدل له، الله يموتها. يقولون للمسلمين، يقولون لهم: إيش معنى الدياية اللي الله يموتها ما تأكلونها، والدياية اللي أنت بالسكين تموتها شنو؟ ذيك الله موتها ما تاكلها، هاي انت تموتها تاكلها. شفت شلون؟ وهذه الى الان هذه نوع من المقارنات والشبهات. ما يدرون ان المولى الذي جعل الحلية في السكين والذبح حرمها شنو؟ بالميت. سالني واحد: زوجته تحب لها بزوم قطر، مو ايش يسمونه قطر، وقال شيخنا هذه جايبتها للبيت وتداريها وتباريها، وانا مشكلتي مشكله وش اسوي؟ حرام حلال يصير ما يصير؟ الله وكيلكم. هاي قبل يوم يومين قلت له: يعني
حسب ما أفهمه أنه بحد ذاته ماكو مشكلة، ماكو حرمة ولا أكو وجوب ولا أكو استحباب، مباح، لكنما لحمها، لكنما دمها، لكنما شعرها شنو؟ حرام. أنت إذا طاحت على دشداشتك شعر من شعر البزول هرة قطو بهذا الثوب الدشداش شنو؟ تقدر تصلي ما تصلي؟ ما تصلي. طبعا إذا متوضي ولمست حطيت يدك على رأسك وضوءك يبطل؟ كل الفقهاء يقولون وضوء ما يبطل، لا. الوضوء بحد ذاته شنو؟ ما تغسل يدك، مثل تغسل يدك، مثل الشلب حق السامعين. الشلب نجس صحيح، لكنما أنا إذا خليت إيدي الرطبة أو هو نعوذ بالله رطب وخليت إيدي وأنا على وضوء، بمجرد أن أضع يدي على الكلب الرطب أو يدي الرطبة على الكلب وضوء يبطل؟ لا ما يبطل، إيدي تتنجس، أروح أغسل إيدي أطهر إيدي أصلي. عرفت أخوي؟ إذن اليهود كانوا يشتغلون شغل عدل. خلي أقول لك شيء، سألت واحد من علماء قومي، قلت له مولانا اسمح لي سؤال، قلت له الله تبارك وتعالى جل وعلا يعلم بعدد أصحاب الكهف بالدقة؟ الله يدري لو ما يدري؟ يدري، ماكو شك، الله يدري ورسول الله يدري الأولياء يدري. قلت له زين مولانا ليش الله ما ذكر عددهم؟ مرة يقول ستة خمسة وسادسهم شنو، مرة يقول سبعة والثامن شنو؟ هاي الكلب بالعدد موجود، يعني وجود الكلب متفق موجود بين أصحاب الكهف، شكو كلب. زين مولانا أنت تأكد على وجود كلب واحد، فقول إيش قدر عددهم؟ مو هيجي؟ قال لي تدري ليش؟ ليش؟ وقول ستة سبعة عشرة اثنا عشر. قال لي مو كانوا يجون علماء اليهود يودون المسلمين اللي ما عندهم لا سواد ولا فهم ولا كلام ولا كتابة ولا دراسة، هذول في كتبهم يهودي مدينة، يهود المدينة في كتبهم شكوا، كتاب يقول خمسة وكتاب يقول ستة وكتاب يقول سبعة، يعني النبي بيعتبر النبي هم بظنهم أنه نبي ليس بنبي. لما يجون يسألون النبي يقول لهم أن الله يقول إما خمسة والسادس الكلب وإما سبعة والثامن الكلب وإما تسعة والعاشر الكلب، هذول لما ينقلون جواب النبي لعلماء اليهود يقولون يا سبحان الله هذا شدرة وما موجود وين؟ في كتبنا، في كتبنا. عرفت شلون؟ يعني الجواب يأتي بقاية السائل اليهودي، يودون المسلمين. ومن هنا من معاني الأميين، يعني شنو؟ يعني هو الذي بعث في الأميين الذي بعث بين علماء اليهود والنصارى رسولا. زين خلينا نكمل بحثنا شوي دقيقة وياك. إذن هناك مسلمين قبل بعثة النبي، قبل أن النبي يقول قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا، من هؤلاء؟ هؤلاء كإبراهيم، كموسى، كنوح، كبلقيس، كسليمان، كداود. ومن هنا النبي يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعد مولانا قال وأمرت لأكون أول المسلمين. إذن إبراهيم من المسلمين، داود من المسلمين، بلقيس من المسلمين، أيوب من المسلمين، كلهم شنو؟ مسلمين، لكنما إسلامهم جاء من أول المسلمين. وأول المسلمين يعني شنو؟ يعني أول الذين انقادوا وانقطعوا وعبدوا وسجدوا وخضعوا وركعوا وسبحوا الله وهم محمد. من جمال عظمة النبي في القرآن أخواني
إن الله دائما يذكر الأنبياء إذا أراد يصرح بأسمائهم بعد صفة العبد. صفة العبدي في القرآن إذا جاءت بها التصريح للأنبياء أيوب إبراهيم، لكنما كلمة العبد والمحلى بالألف واللام في القرآن خصها الله فقط للحبيب الرسول. شوف شو يقول، عدة آيات أنا اختارت اثنين أو ثلاث، يقول سبحان الذي شنو أسرى بعبده. في آية أخرى شو يقول، هو الذي ينزل على عبده. في آية أخرى شو يقول، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. هاي عبده عبدو العبد، وبالأخص إذا كانت المحلى والمجملة بالألف واللام ما يوجد مصداق لها إلا الحبيب. يعني العبد الأول في عالم الوجود والإمكان هو محمد. إذن رسول الله رسول الأنبياء نبي الأنبياء. زين، يمكن واحد يسأل كما البارح سألني واحد بالحسينية أوحد، قال لي شيخنا إذا قلنا إن الأنبياء مسلمين ونبيهم نبينا، يا ترى هل موسى يقوم بأفعال كما نحن نقوم؟ يعني نحن نصوم بهذه الحالة، ونحن نصلي بهذه الحالة، ونحن نحج بهذه الحالة وبهذه الشرائط وبهذه الأحكام، هل الأنبياء كمسلمين يقومون بأفعالنا كما نحن نقوم كمسلمين؟ أخواني، الأنبياء كلفهم الله باعتبار إنهم حجج أن يقيموا الدين والشرائع والمذاهب بمقدار أرضية العقول والطاقات الموجودة في المجتمع. النبي بما هو نبي، بينه وبين الله أحكام خصائص حالات، ولكن من النبي بينه وبين المؤمنين بشريعة ومذهبه لا، هناك حالات خاصة أحكام خاصة. يعني الصوم اللي أنا وياكم صومه الآن، الصوم اللي نصوم من الصبح إلى المغرب بهذه الحالة، هذا الصيام كان عند موسى، لكنما لم يكلف الله موسى أن يكلف قومه. هذا الصيام صيام الأنبياء، صيام عيسى، صيام داود، صيام أيوب، صيام الأنبياء مثل هذه الحالة اللي الله ببركة النبي من علينا أن نصوم صيام الأنبياء. يعني هذه الحالة حالات خصها الله لأمة الحبيب، احنا نصوم بهذه الحالة، وهذه الحالة من حالات الأنبياء، من مقامات الأنبياء العبادية عند الله أنهم يصومون كصيامنا. ولم يكلف الله الأنبياء أنهم يكلفون الأتباع والمؤمنين بدينهم وشرائعهم أنهم يصومون ويصلون ويزكون ويحجون كما نحن نصوم ونصلي ونزكي ونحج أبدا، باعتبار أن العقول والطاقات والأهلية والأرضية والاستعدادات كانت معدودة، كانت محدودة، كانت ضعيفة. توا الناس التوحيد، الأنبياء يريدون أن يثيروا بواطن الفطرة، أن يحيوا بواطن الفطرة ويظهرونها إلى العيان. ومن هنا حتى الإسلام حينما جاء الإسلام، النبي مو بيوم واحد كلفهم أن يصلوا وكلفهم أن يصوموا وكلفهم أن يزكوا لا، الإسلام بدأ بكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم المولى ثم الجليل ثم العظيم كالنبي بدأ خطوة ورا خطوة
بعد تربية النفوس، بعدما الأرضية تهيئت، بعد المجتمع المدني صار عنده قابلية أن يتلقى الأحكام وأن يطبق الأحكام. الشيخ الصدوق على الله مقامه يروي لنا هذه الرواية وأسألكم الدعاء، ويبقى حديثنا في فضائل الإمام المهدي وعظمته على الأنبياء وعند أئمة الأطهار عليهم السلام في يوم قد. شي يقول؟ قال لعلي: يا علي، إن الله تبارك وتعالى فضل الأنبياء المرسلين على الملائكة المقربين. هاي بعد واضح، بعد ما تقدر ترجح جبرائيل على موسى، ما تقدر تقول عيسى أفضل من جبرائيل وأسراف. لا، هؤلاء الأنبياء عند الله شنو؟ أعظم من الملائكة المقربين. بعد مولانا قال فنوح أعظم من جميع الملائكة، وعيسى وموسى وإبراهيم منا ثقل الحديث. شنو سيدنا قال؟ وفضلني على جميع النبيين والمرسلين. هسه أنا باشر أقرأ لك آية، مو الله بس قال للأنبياء لابد أن تؤمنوا بالنبي محمد، لا إخواني، بل الله كلفهم أن ينصرونه. بكرة لما أقول لك في الميثاق المأخوذ، ميثاق المواثيق، أفكر لك هذه الآية. الله مو بس قال لهم آمنوا بالنبي، الإيمان تكليف لا بد منه حتى يصلون إلى درجة النبوة أعلى من عنده. شنو قال لهم؟ لا بد أن تؤمنوا به، وبعد ولتنصرونه. هل ستنصرونه في هذا الزمان؟ موسى عيسى ينصرون من؟ عيسى ينصر من؟ يكون خلف من؟ يكون وزير من؟ يكون عند من؟ ينصرونه. الله يكلفهم، يقول لهم مو بس أن تؤمنوا بالنبي العظيم، لا، بل يجب عليكم، مفروض عليكم أنكم تنصرونه. وفضلني على الأنبياء والمرسلين. يسأل سائل النبي، يقول له سيدي ما معنى إنك أنت أول الأنبياء إسلاما؟ قال إني كنت أول من أقر بربي جل وعلا، وأول من خاطبه وقال ألست بربكم، أول من قال بلى أنا محمد. أنا محمد. كربلاء مدرسة، والحسين مدرسة، لا ينحد عطاء الحسين إلى المسلمين فقط أبدا. الحسين على منبره نبين عظمة الأنبياء. الحسين مو بس له فضل علينا، بل للحسين فضل على الأنبياء. الحسين مو بس إلنا رحمة يا مؤمنين، الحسين رحمة الله الواسعة للأنبياء. الحسين مو بس إن باب نجاة الأمة، لا، الحسين باب نجاة لنوح وأتباعه، لعيسى وأتباعه يوم القيامة وفي الدنيا والعقبة. الحسين اللي يكون معه وإله يرفعه. والليلة ليلة جمعة، أحب أذكر أم البنين زينب، لما أرادوا أن يأخذوها من كربلاء قلبها عند الكفيل، ما يهون عليها ما تسلم عليه. شي يقولون؟ يقولون لما نظرت إليه وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد ومقطوع الكفين، أول ما إجى على بالها إنها إذا رأت أم البنين ماذا تقول. قلت لعباس
أما شنو جواب لأمك؟ شلون أقول شحكي؟ راس ما عنده، يدين ما عنده. عباس خويا خويا شنو جواب لأمك؟ لأمك لما تجي وتنشدني عنك. عباس خويا خويا شنو جواب لأمك؟ لماك من تجي لما تجي وتنشدني عنك؟ والله 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 قطعيت قطعيت قلبي بونك بونك ما بي اروح انوع فنك. والله ما بي اروح انوع جت العقيلة زينب إلى المدينة، رأت أم البنين، بس وقع نظرها على أم البنين، صاحت وأخا وضيعتا وعباس. أم البنين ردت عليها قائلة وإماما وحسينا سولفي ليش سوى عباس. تقول يما هنا سولفي ليش سوى عباس. قالت يا يما يا يما والله عجب الناس رفع الراس. يا يما عجب الناس رفع تنطيها تقرير توصف لها ايش صار ما صار. ها يا الله اقرأ لك هذه الابيات ورد من عندك الون. قوم استعد للبواج يا ام ولب ردوا يتامى وانذباح عباس وح ام البنين الذبحة كلهم على القاع وحسين ظل مجرد مكسور الأرض. أم البنين الأربعة ذبحة وضماية وظلوا ثلاثة أيام على الغبرة غرا. ليتش نظرتي على النهار صاحب الراح مفضوخ راسه مقطع شماله ولي. يما ربيتكم وتعبت بيكم ومولادي وين انشد عليكم. يما يما قالوا يجون يجون وانا ارتجيكم. يما تالي نمرد قلب بنعيكم. والله تالي نمرد قلبي يا يا ابنعي بعد ايها الدهر بيكم يعود بعد أي الدهر بيكم يعود. وشيل راسي بيكم ردود وترد شفوف أبو فاضل للزنود. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم شافي وعافي مرضانا، اقضي حوائجنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، ترحم على أماتنا يا الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. إلهي احفظ هذا البلد الطيب وأهله وهذه الحسينية المباركة والقائمين عليها والحاضرين والحاضرات فيها يا الله. إلهي ترحم على أمات الحاضرين والحاضرات فردا فردا، ولأماتكم أخواني وأخواتي وأمات القائمين بإدارة المجلس والحسينية نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.